السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده الحصريه على قناتنا لمواليد برج العقرب. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ان شاء الله باذن الله هكون في تبشرات ونشوف مع بعض ايه الاخبار. وزي ما قلت لك الطاقه عامه ومفتوحه، في اي وقت ادخل خد التوقعات. بص قراءتك باين على قراءتك فيها تبشرات حلوه، انا عارفه ان انت منتظر القراءه دي بفارق الصبر، وطول ما انت منتظر هتلاقي ربنا بيكرمك من حيث لا تحتسب الايام اللي جايه. اصلا قراءتك فعلا باين عليها فيها كلام كتير وتبشرات مهمه لحياتك. بسم الله. اول حاجه يا برج العقرب، انت عندك تحرير من بعض الامور، عندك تحرير، هتحرر نفسك من علاقه سامه. حاول تهتم بصحتك، حاول تهتم بصحتك. في صديق عندك قديم، الصديق ده تعبان وبيعاني، الصديق ده تعبان وبيعاني. قدامك خطوتين، الخطوتين دول هيكونوا ساعتين او يومين او اسبوعين او شهرين، وربنا هيفك كربك. هتقول لي انا صابر من زمان، اصبر. الصبر ساعات بيكون حاجة كويسة جدا، بس عايزاك يا برج العقرب ان انت ما تضغطش على نفسك زيادة عن اللزوم، وما تستحملش اي ما تستحملش اكتر حاجات اكتر ما انت مستحمل. يعني حط النقط على الحروف، وبلاش تستحمل ظلم، بلاش تستحمل اي حاجة ممكن تأذيك او تعمل لك توتر او تعمل لك اي حاجة ممكن تضايقك. هيكون عندك ترقية في شغلك او عندك حاجة جديدة في شغلك بإذن الله. الحاجة اللي هتبقى قريبة منك جدا الفترة اللي جاية، وحان وقت ان انت توصل لهدفك ولحلمك. انعزالك عن الناس وان انت دايما بتحاول ترجع لوحدتك، ده حاجة حلوة اليومين دول في مصلحتك. ايوه، حاجة حلوة اليومين دول في مصلحتك. احسن حاجة ان انت اليومين دول بدأت تبعد، بدأت تكون لوحدك، بدأت ان انت تغير من نفسك بنفسك. شايفالك كمان يا برج العقرب ان انت الفترة اللي جاية هيكون عندك موعد مع الحبيب، عندك لقاء، عندك سفر، هيبقى هترجع ثقتك بنفسك تاني، ثقتك بنفسك هترجع تاني، وامورك هتتغير 180 درجة. ايوة، امورك هتتغير 180 درجة. فانت كده يا برج العقرب لازم تطمن وتبدأ تراجع ثقتك، ترجع ثقتك بنفسك تاني، عشان انت هيكون عندك لقاء اليومين اللي جايين مع الحبيب، او هيكون عندك سفر قريب. المهم ان في بعض العلاقات اللي في حياتك هترجع، وهترجع الثقة بنفسك. عايز اقولك ان اللي انت فيه ده كله اختبار من ربنا علشان يشوفك هتستحمل قد ايه. كل الايام السودة دي والله العظيم هتعدي. في حد عندك دايما باله مشغول بيك، دايما بيبقى عايز، دايما شاغل، هو اصلا شاغل باله بيك. وخلي بالك في اشخاص عارفاك لمصلحتها، واشخاص بوشين. ايوه، عندك اشخاص بوشين. عندك كنت انت مع علاقه متعبه جدا من برج العذراء، دمرت حياتك. علاقه برج العذراء دي قلبت حياتك جحيم، عملت لك مشاكل وعملت لك توتر لدرجه ان هي دخلتك في اكتئاب. مع بعض الاشخاص دخلتك في اكتئاب. فانا شايفالك هنا يا فتاة العقرب عندك تحسن في وضعك بالكامل الفترة اللي جاية، بس دايما خلي عندك حدود بينك وبين الناس. مش كل الناس اللي صافية النية اتجاهك، مش كل الناس اللي صافية النية اتجاهك. انت حاسة ان انت لوحدك، حاسة ان انت مفيش حد جنبك، مفيش حد معاكي، حاسة بالوحدة، حاسة بالخمول، بالكسل، بالإرهاق، بالتعب الجسدي، حاسة ببعض التوتر. من كام يوم كنت عند الدكتور، أو كنت عند شيخ، أو كنت في خروجة، من كام يوم كنت في مكان، في حاجة أو في مشوار، كنت في حاجة. شايفة كمان إن انت هنا هيكون عندك خبر بإذن الله. الخبر ده هيديكي فرحة وهيعيد امور حلوه جدا في حياتك. عندك هنا، انت هنا قطعت علاقه مع حد وخرجتيهم مره حياتك، خرجتيهم بره حياتك بكل الطرق. انت حصل عندك سرقه،
اتخذلتي من حد؟ شو اكتشفتي حد ان هو بوشين؟ الله اعلم، بس انت هنا في امور عندك اتلخبطت، ما بقيتيش عارفه راسك من رجليكي بسبب ان انت اتخذلتي في الناس اللي كنت حاطه فيهم ثقه. اليومين دول انت بتهدي نفسك بنفسك، وبتحاولي تطلعي من اللي انت فيه، وبتحاولي تقفي على ارض صلبه، بتحاولي ان انت تدي انطلاقات لنفسك، بدات ان انت تقولي خلاص انا عندي هدف هكمله، وزي ما انت عندك هدف هتكمليه باذن الله هتكوني منصوره. واديني بقول لك اهو هتكوني منصوره. فتاة العقرب انت عندك ترقيه الايام اللي جايه، وهيكون عندك بشره حلوه، وهتقضي حاجتك باذن الله، هتقضي كل الحاجات اللي هي شغله بالك بقالها مده. انت بالك مشغول ببعض الامور، بالك مشغول ببعض عمالات الناس، انت عندك هنا جاره مش كويسه، مش حبالك الخير، مش حابه ان انت تكوني مرتاحه ابدا ابدا ابدا. شايفالك هنا كمان في طريق حلو، طريق حلو جدا، الطريق ده هيكون فيه حظ ليكي. انت دايما بتختاري الحاجات الهاديه، ودايما بتحبي الامور اللي فيها تواضع، ما بتحبيش الخداع ولا النفاق ولا الظلم، بس دايما بتلاقي نفسك فجاه كده اتخنقتي واتضايقتي ومش عايزه تتكلمي مع حد، محسوده على ابسط الامور اللي في حياتك، مبسوطه على ابسط الامور اللي في حياتك. مستقبلك هيكون متالق وهيكون جميل جدا، واللي بيختاره ربنا ليكم حاليا هيكون خير وهيكون رزق. انت زعلان على حاجات كتيره جدا في حياتك، بس في الحاجات اللي انت زعلان عليها دي يمكن كانت خير ليك يا برج العقرب، يمكن كانت خير ليك، عشان كل اللي انت دخلتهم حياتك كان جاي لك منهم شر. ايوه كان جاي لك منهم شر، وكان جاي لك منهم وجع دماغ، وكان جاي لك منهم ظلم، وانت برضو كنت بتعافى. طب اقول لك على حاجه، انت في حد هنا مطلع عينيك وتعبك، بس انت برضو بتحبه ومشتاق، حد عمل لك مشاكل واذاك وظلمك، بس برضو انت بتحب. ايوه بتحب، في كميه حب عندك رهيبه ليه. في حد ظلمك، في حد وقع عليك ظلم، انت بقالك اكتر من 20 يوم منتظر بيع، منتظر قرار، منتظر حاجة بشأن مستقبلك، بقالك اكتر من 20 يوم. يعني الحزن اللي انت فيه ده مش سهل، اطلع من اللي انت فيه يا برج العقرب، جدد الطاقة بتاعتك. انت اشخاص كتيرة جدا خذلوك، اشخاص كتيرة جدا اذوك، في حاجات كتيرة جدا اذتك، بس انت قدها وقدود. ايوه قدها وقدود. مين اللي اذاك من برج الميزان؟ مين الشخص اللي كان عندك من برج الميزان اذاك وعمل لك وجع دماغ؟ انت حتى في وسط التجمع، وسط التجمعات بينك وما بين الاهل، بينك وما بين الاشخاص المقربين منك، حاسس بالوحده. ايوه حاسس بالوحده، حاسس بان انت ما فيش حد جنبك، ما فيش حد حبيب لك الخير، وعشان كده دايما محسود، دايما بتبين احسن ما عندك. وانا كذا مره اقول لك يا برج العقرب اكتم وداري، اكتم وداري، الناس مش عايزه الصريح. انت دايما على يقين ثقتك بالله، بس دايما اليومين دول ما بقاش عندك ثقه في حد. ايوه ما بقاش عندك ثقه في حد، بقيت خلاص، بقيت مش عارف بقيت حابب تكون لوحدك، ما بقيتش تتعامل مع حد. فعايز اقولك ان الفترة اللي جاية دي دموعك هتنزل من الفرحة، والله دموعك هتنزل من الفرحة، وهيبقى عندك فرحة هتدمع عليها العين، علشان انت اتظلمت، انت اتظلمت. في حد هنا في عرض صفقة، او في حد هيعرض عليك صفقة او موضوع، نصيحتي ان انت ما تتسرعش، وفكر في الحاجة كويس جدا قبل ما تختار، او قبل ما تكمل، او قبل ما تاخد القرار. اذا كان عرض عمل، عرض زواج، عرض شغل، زي ما يكون العرض فكر فيه كويس جدا، اوعى تتسرع في حاجة ابدا. تمام، هنا بالك مشغول وحزين جدا من شخص تغير عليك فجأة، شخص بعد ما كان اقرب الناس ليك وكنت انت اقرب الشخص لقلبه زعلت. بس عايز اقولك انه هيبقى عندك مفاجأة اليومين الجايين، واتصال. ايوه هيكون في اتصال الايام اللي جايه.
انت اليومين دول بدأت تمسك على ايدك شوية، بدأت تمسك في مصاريفك، بدأت تمسك، مش هقولك بدأت تكون بخيل، بس بدأت تخلي قرشك للأيام السوداء، بدأت تمسك شوية على ايدك. ما تقلقش يا برج العقرب، فترة الخنقة والضيقة دي اللي انت فيها هتعدي بإذن الله، بفضل ربنا هتعدي، عشان انت اتظلمت. ونشوف مع بعض ايه الاخبار اللي عندك الفترة القادمة. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك شخص من الأقارب منافق ومخادع ودايما بوشين، واحذر منه عشان بيلعب. في هنا كان نميمة، في كلام ستات كتير، وجع دماغك، بس ما تقلقش ان ربك قادر على كل شيء. دايما من الوقت للتاني بيصير معاك وجع دماغ وصداع مستمر، وحاسس ان انت في حاجات كتيرة جدا انت مش عارف توقفها، حاسس ببعض اللخبطة، ببعض التوتر، ببعض الحيرة. فالايام اللي جاية هيكون عندك فرصة جديدة ان انت تثبت وجودك. انت اليومين دول في حيرة من الامر اللي انت بتعيشه، ومن بعض التقلبات اللي بينك وما بين الأشخاص اللي في حياتك، بس مفيش حاجة بتدوم يا برج العقرب، مفيش حاجة بتدوم. على قد الهموم اللي انت فيها، على قد الانطلاقات والفرحة، على قد السعادة والهنا. رغم ان انت عانيت وعفرت، بس هيكون عندك أمور حلوة بإذن الله. انت بدأت تكون شخص يعني تتعامل بتلقائي مع الناس، بدأت ولا تجامل ولا أي حاجة. اليومين دول بدأت تكون عصبي قوي يا برج العقرب، عصبي ومحبط من ناس كتيرة جدا في حياتك. معلش، انت اديت ناس ثقة ما كانش تستاهل محبتك ولا تستاهل حبك. عندك خطوة الايام اللي جاية، والخطوة دي هتكون مغامرة، هتكون من صفك. ايوه، هتكون من صفك، وهيبقى الخير والرزق اللي جاي ده هيعوم على حياتك بالكامل ان شاء الله بإذن الله. فما تقلقش، عندك مقابلة بخصوص شغل او بخصوص بيع او بخصوص ورقة هتخلص. وضعك ده اليومين دول متلخبط شوية، ما تدخلش حد بينك وما بين الشريك، اكتم مداري، علشان ما فيش حد حبيب لك الخير. بالنسبة للعزاب، انا شايفة لمعة عيون، شايفة علاقة جديدة، انتصار، خير، في عوض من ربنا جاي لكم اليومين اللي جايين في الحياة العاطفية. برج العقرب من كتر اللي مر بيه هيبقى زي الشمعة اللي ممكن تحرق اي حد يتدخل في حاجة ملهاش فيها. صح، اليومين اللي جايين دول هتبقى حد مش هتبقى طايق نفسك، وهتحط نقط على حروف كتير جدا. بس خلي بالك، في بعض الاشخاص اللي حواليك لابسين وش مش وشهم. ايوه، لابسين وش مش وشهم، ودايما بيقول لك احنا حبايبك واحنا حابين لك الخير، بس هم اصلا مش حبوه، هو اصلا ما يعرفوش حاجه اسمها خير. ما عارف يعني ايه ما يعرفوش حاجه اسمها خير، هما بس يعرفوا يضربوا من ورا. انت بس مشكلتك ايه؟ ان انت ما بتعرفش تكره حد، اي حد، بس دايما بتحاول دلوقتي تبعد عن اي حد ممكن يأذيك. ما بدأتش تكون متسرع في علاقاتك زي الاول، بدأت ان انت تقول خلاص انتوا بتأذوني فانا هفضل معاكم ليه. لا، كل واحد في حاله. الايام اللي جايه هيكون عندك ايجابية في حياتك، وهيكون عندك تحسن بشكل سلبي. خلي بالك، في ناس كتيرة جدا هتجدد لك السحر، والطاقة السلبية هتعوم على حياتك، فبلاش تدي الطاقة السلبية زيادة عن حجمها، ادخل في طاقة ايجابية، شغل قرآن الايام اللي جاية. في عيون كتيرة جدا عليك، على رزقك، على بيتك، على حياتك، فلازم تحذر وتخلي بالك وتحط عينك في وسط راسك. عندك سعادة غير متوقعة، وعندك خير، وعندك فرحة، وعندك لقاء حلو جدا، وهيكون عندك انتصار. دلوقتي انت اعلنت الحرب عليهم، عندك حد من برج الثور،
وبينك وما بينه مشاكل دخل حياتك، قلبها جحيم ووقع عليك ظلم. شايفة كمان طاقة تفكير بالشخص اللي مسجون عندك، وبتسأل كتير جدا عليه علشان انت مشتعل. شايف ان انت اعلنت وبتكافح وبتعمل اقصى مجهود علشان خاطر الشخص اللي مسجون عندك ده. بالنسبة للحد اللي توفى اللي كسر ظهرك، وارجع اقول لك تاني، الحد المسجون ده ان شاء الله باذن الله الفترة الجاية يبقى فيه عنده اخبار حلوة. هنا عندك نغزة في قلبك، او اشتياق في قلبك، عندك حاجة في قلبك بتعمل لك كده. انت مريت بصدمات كتير يا برج العقرب، وقدها وقدود، وقد اللي جاي دايما خلي هدفك قدامك زي ما هو تحقيق حلمك. انت ما بينك وما بينه خطاوي بسيطة، ايوة بينك وما بين تحقيق حلمك كام خطوة، وهتوصل بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بس وراك أعداء، في واحدة ست هنا وراك مش سايباك في حالك، خرجتها من حياتك أكتر مرة وبرضو بترجع لك. عندك كذا برج بيتجسس عليك، عندك حد بيراقبك من بعيد، عندك برج السرطان بيتجسس عليك، عندك كذا حد من الأبراج بيتجسس عليك. انت يا برج العقرب خرجت ناس كتيرة جدا من حياتك، بدأت تصفي حساباتك من كتر الهموم اللي انت شايلها، وحس ان كتفك كتفك متكتف. بدأت تقول انا مش عايز اي حد في حياتي، بدأت تقول انا خلاص ابعدوا عني وسيبوني في حالي. عندك حرف الصاد وحرف السين وقع عليك منهم ظلم، حرف الصاد والسين وقع عليك منهم ظلم كذا مرة يا برج العقرب. حياتك بعد ما هيبقى خلاص هتتحسن ترجع تاني، بسبب ان وراك اسحار كتير، بسبب ان وراك اسحار كتير، بسبب في ناس مش سايباك في حالك زي ما انت فاكر. في ناس كتيرة جدا مش عايزة لك الراحة ولا حبالك الخير، بس انت اللي قلبك طيب بتتعامل مع الناس بسذاجية اكتر، وبتتعامل مع الناس بحب. ياريت يا برج العقرب تدي كل واحد حجمه، ما تديش حد في حياتك اكبر من حجمه، علشان انت لما بتدي حد في حياتك اكبر من حجمه حياتك بتتقلب، وبتبقى انت اللي تعبان، وانت اللي مهموم، وانت اللي متضايق، وحاسس ببعض التوتر وبعض الحيرة. شايفه لك ان هيكون عندك فرصة عمل او نقلة جديدة او تطورات جديدة او تغيير، الله اعلم، بس هيكون عندك نقلة جديدة خلال 10 ايام بالظبط، وهيبقى عندك خبر حلو. شايف هنا الأخبار الحلوة اللي هتهل على حياتك الفترة اللي جاية؟ بإذن الله فضل ربنا حياتك اللي جاية هتتحسن، جدا كمان، وهيبقى عندك أخبار وعندك نقلة وعندك وظيفة. أيامك اللي جاية هتكون كلها بشر خير وحاجات، يعني حاجات فيها تحسن، أيوة حاجات فيها تحسن. أنت هنا رميت همومك على ربنا، وقلت يا رب أنت قادر على كل شيء، عندك هنا مرات الأخ، وعندك واحدة ست شعرها طويل، عينيها تحسها كده لعبية، بس هي شعرها طويل وجسمها كده طالعة فيه، تحس ان ظهرها منحي، تحس ان في حاجة هي بتشكي، بتشكي من مرض. احذر من الست دي بفضل دعوات بعض الاشخاص اللي في حياتك، هينجوك من حفرة، كان المفروض تقع فيها، بس هينجوك وهتتنجى، كل تأخيرة وفيها خيرة. عندك طاقة تردد غير طبيعية، عندك موضوع بتحاول تكمله بس لسه ما اكتملش، في كذا حاجة بتحاول تعملها بس برضو وراك تعبين، وراك مشاكل فوق ما انت تتخيل. انت بتقول خلاص هما يخرجوا من حياتي، مش هيأذوني، مش هيعملوا لي اي حاجة، بس هما برضو وراك. بيقولك انت فاكر ان احنا هنسيبك؟ لا، احنا وراك، رغم ان انت خرجت ناس كتيرة من حياتك وقلت خلاص، بس برضو في ناس وراك. دايما بتحاول اقصى مجهود علشان توصل لحلمك، توصل لمرادك. خلال الفترة اللي جاية أمورك هتتغير بالفعل،
شايفة هنا ان انت عندك حد بتثق فيه وبتحبه جدا وخيب ظنك، حد انت بتحبه جدا خيب ظنك، ويتوجب عليك دايما تاخد حذرك من الاقارب، دايما يتوجب عليك تاخد حذرك من الاقارب. انت بتحاول تعمل حاجات كتيرة جدا، في حواليك تعابين، في حواليك تعابين، ودايما اهل الشريك بيخيبوا ظنك، دايما اهل الشريك مخيبين ظنك، دايما اهل الشريك حاطينك في دماغهم وبيعملوا عليك مشاكل. عندك واحدة ست بومة رقبتها طويلة، واحدة ست بومة رقبتها طويلة، واقفة بينك وما بين تحقيق حلمك. ايوه، واقفة بينك وما بين تحقيق حلمك، بتقولك انت فاكر ان احنا هنسيبك بسهولة، لا، تبقى واقفة لك ومتعمدة ان هي تقف وتعرف كل تفاصيل حياتك. دايما كده بحاسس ان هي ست كئيبة، ست بتاعت مشاكل، ست مش كويسة. بالفعل هي اصلا مش كويسة يا برج العقرب، بس انت من طيبة قلبك بتاخد كل ضربة وضربة قوية. دايما بيقولوا على ست العقرب مكروهة من النساء. طب انتوا هل تعلموا، ما سألتوش نفسكم مرة هي ليه مكروهة من النساء؟ عشان خاطر في بعض الامور اللي عامله لها مشاكل، عشان هي دايما اللي على قلبها على لسانها، مفيش حاجة بتعرف تخبيها، في حاجات كتيرة جدا عامله لها توتر وعامله لها حيرة. اتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل لحياتك القادمة. تحياتي ليك، وانتظر توقعاتك الفترة اللي جاية بإذن الله.